عالم عجيب عالم غريب عالم عجيب عالم غريب عالم عجيب عالم غريب عالم عجيب عالم غريب ذكي لبيب شكلي ضريب اسمي انا عبقري اعمل اعمل انوي خيرا لكن اسفا اخطئ دوما اعمل اعمل انوي خيرا لكن اسفا اخطئ دوما دوما طبعا لا اصيب وانا صدقا انوي خيرا عالم عجيب عالم غريب عالم عجيب عالم غريب عالم عجيب عالم غريب عالم عجيب عالم غريب عبقر لقد جاءت الحافلة إن لم تسرع ستفوتك الحافلة بالتأكيد انتظري تالا لما الاستعجال هكذا ها أنا قادم مرحبا يا صديقي طلاب الصف الأول متحمسون للمدرسة إنها طبيعة الأولاد حسناً أنا لست متحمسة للمدرسة فحسب أو مثل أي طالبة أخرى أنا أحب معلمتي وهي تجعل التعليم متعة تجعل التعليم متعة؟ وكيف تفعل ذلك؟ بعدة طرق اليوم مثلاً بدلاً من أن نقرأ في حصة القراءة ستوزع علينا أدواراً من قصة كأنها مسرحية لا بأس بهذا بالنسبة لطلاب الصف الأول ولكن الصف الثالث دروسه صعبة مثل القسمة الطويلة ولأصغر قاسم مشترك كسور مزعجة كسالة اليوم سأقوم بتوزيع أدوار القصة عليكم تالا ستكونين ابنة الحاكم فادي ستكون الأب الطحان هشام سيكون الحاكم لقد وافق الحاكم على أن يتزوجك يا ابنتي ولكن هناك مشكلة وما هي يا أبي العزيز؟ لقد أخبرته أن بإمكانك تحويل القش إلى ذهب يا ابنتي أوه لكن يا أبي لا يمكنني ذلك تهاني لكم كان ذلك جيدا ممتاز في الحقيقة عندي لكم مفاجأة أنا مسؤولة عن مسرحية المدرسة لهذا العام وقد اخترت هذه المسرحية رائع ما رأيكم؟ شكرا لك رائع وبقية طلاب الصف سيؤدون بعض الأدوار فيها هذا لك وهذا النص لك لي أنا هاي خمنا لقد حصلت على دور في مسرحية المدرسة سأكون ذلك الدب الصغير الذي يعتقد أن لا أحد يستطيع معرفة اسمه وأنا كذلك فريد أخذت دورا جيدا أنا الحطاب الشجاع الذي يسمع اسم القزم الصغير ويخبر ابنة الحاكم ما هو دورك؟ أنا سأكون ابنة الحاكم بالطابع ماذا ابنة الحاكم؟ هذا دور البطولة لقد أخذت أنا وأختي أدوارا في مسرحية المدرسة سنقدم مسرحية خمني ما هو دور أختي ستكون ابنة الحاكم هذا شيء لطيف سنفكر بتصميم أزياء المسرحية أزياء مسرحية مدرسية تمثيل تعنين حلوتي ستقوم بدور ابنة الحاكم رائع ممتاز اتصلي بالصحف أخبري وسائل الإعلام قد يكون هذا بداية لمهنة ممتازة تالا عبقري عبقري أنا سأدربه على استعمال الصوت تلك هي العلة يا نفسي أرجوك عبقري وفن الأداء أكون أو لا أكون هذا هو السؤال يا سلام والتصور عاصفي أيتها الريح التي ستمطر دمارا وشهد اهدأ يا عزيزي لدى تالا الكثير من العمل ولا تحتاج إلى الضغط عليها أنت محقة تماما عليها أن تتحرر من الضغوط إن أرادت أن تصبح نجمة يا إلهي سأعلمها التكنيك الخاص بالاسترخاء المسرحي يبدو عليك الانزعاج ألا تريدين أن تمثلي؟ هذا يخيف
تخيفني؟ تعلم كل هذا؟ لا شيء يدعوك للخوف، إنها مسرحية مدرسية. لقد حفظت دوري حين كنا في الحافلة في طريق العودة للبيت. اسمعيني يا ابنة الحاكم، كنت في قلب الغابة وسمعت هذا الكلام. أول طفل لابنة الحاكم سيكون لي، ولو أنها تعرف جواب 9 × 9 ستعرف أحجيتي، وهذا أكيد، والسبب في ذلك أن اسمي عبقر. أرأيت؟ لا شيء مخيف، إنه سهل. أوه صحيح، ليس لديك كل هذه الصفحات. المعلمة جين تظن أن باستطاعتك النجاح في أداء الدور. أعرف يا أمي أن نقرأه في الصف هذا شيء، أما أن أقف على المسرح أمام المشاهدين فهو مختلف تماما. ولهذا تعلم الاسترخاء. أوه أبي أرجوك. مزعج. لماذا أنت قلقة؟ أخبريني تالا. أنا قلقة لمشاركتي في المسرحية. لماذا القلق أختي؟ أستطيع أن أؤدي دوري وأنا هكذا. اسمعيني يا ابنة الحاكم، كنت في قلب الغابة وسمعت هذا الكلام. أول طفل ابنة الحاكم سيكون لي. لم أذهب إلى مسرح المدرسة من قبل. أنا ابنة الطحال، وأسفة لأن أبي أخبر الحاكم أن بإمكاني تحويل القش إلى ذهب. في الحقيقة لا أستطيع. أنا ابنة الطحان ميلر، وأنا وأسفي لأن أبي أمي، كيف يمكنني حفظه غيبان؟ كما تحفظين دروسك سطرا بعد سطر، صفحة بعد أخرى حتى تحفظين. أنت الآن تعرفين القصة، وما عليك غير حفظ الدور والتدرب عليه. أنا ابنة الطحان ميلر، وأسف لأن أبي أخبر الحاكم أن بإمكاني تحويل القش إلى ذهب، ولكن أنا لا أستطيع لأنني مسجونة في هذه الزنزانة مع آلة الغاز. وهكذا نأتي إلى نهاية قصتك، لأن اسمك هو رائعة. ممتاز تالا، ستنجحين. هانية لك، لقد كنت ممتازة. نعم، لكن التدرب أمام الدمى وأصدقائي في الغابة وأمام والدي وأمامك ليس كمواجهة الجمهور على المسرح. كيف بإمكاني التدرب؟ عزيزتي، هناك أشياء لا يمكنك التدرب عليها، عليك أن تكون شجاعة كفاية للقيام بها. لكني أشعر بتوتر. هذا ليس غريبا. طبعا طبعا طبعا، الكل يشعر بالتوتر وهذا أمر طبيعي. كل ما عليك عمله هو أن تأخذي نفسا عميقا وتقوم بدورك. والآن أين ذهب أخوك؟ يجب أن يقيس هذا الزي. آمل أن يأخذ الأمر بجدية أكثر. لا تقلقي عليه أمي، بإمكاني تأدية الدور بصورة رائعة. وأخيرا جاءت ليلة عرض المسرحية. يا إلهي، إنني أشعر بالتوتر الشديد. استرخي، لا داعي للتوتر، في الحقيقة أنا نفسي متوتر. هيا ندخل إلى الصالة، أشعر بالتوتر. ابنة الطحان ميلر، وأسفي لأن أبي أخبر الحاكم بأنني أستطيع تحويل القش إلى ذهب، وفي الحقيقة لا أستطيع ذلك، ولكن الحاكم غني جدا ولديه ذهب كثير، ربما لن تنكشف كذبة أبي عليه. متى سيأتي دور عبقر؟ سيأتي فيما بعد.
أيها الغريب، أخبرني ما هو اسمك؟ هذا ليس مهما، المهم يا جميلة أنه يمكنني تحويل القش إلى ذهب. بوركت أيها السيد، بوركت، بوركت، يا لمصير قاسي. دقيقة وعلي أن أعرف سر اسمه. ألا يبدو ابني وسيما؟ أرجوك تكلم. تكلم أرجوك. لقد نسيت دوري. أوه، لما لا تجرب الوقوف على رأسك؟ أرجوك استمع أيتها الحاكمة، كنت في قلب الغابة. استمعي إلي يا ابنة الحاكم، لقد كنت في قلب الغابة وهذا ما سمعته. هكذا نأتي إلى نهاية القصة، لأن اسمك هو المنقذ الصغير. عمل جيد، عرض ممتاز، هيا نذهب. رائع، عرض رائع. تهانيها يا عزيزتي، إن أدائك ممتاز. إنه سهل جدا أمي، سهل جدا. أرأيت إنها سهلة، والآن دورك يا دخ. لكن لم ألعبها من قبل يا تالا. ستكون ممتازا، ولكن عليك أن تجد شيئا لتستعمله، ربما بلورة صخرية. حسنا، ها هي، سأبدأ الآن. لقد عملت بلورات صخرية كثيرة، الأفضل أن أقوم بعمل البلورات بدل هذا. أقر بأنك أحسن صانع البلورات. هل أعمل المزيد منها؟ نود ذلك، ولكن علينا الذهاب إلى البيت لتناول الغداء. ستأتون بعد الغداء إذن؟ اليوم لا نستطيع، سنحاول القدوم في العطلة. وداعا. وداعا، سأعمل لكم المزيد من البلورات الصخرية. عليهم أن يطلقوا اسمي على هذا الجدول المتعرج، إنه ملتوٍ مثلي تماماً. ضخم المسكين، إنه يعيش لوحده، المغارة بعيدة وهو بحاجة لرفيق. علينا أن نفكر بطريقة تساعده بألا يكون وحده. إنه ساذج. صخرة بلورية تلمع كالذهب. ذهب؟ هذه الصخرة البلورية كبيرة. صديقي، لا تتحرك، ابقى مكانك، سأعقد معك صفقة. صفقة؟ يا صديقي، لا حاجة لك بهذا المكان. لا حاجة؟ صديقي، كل ما تحتاج إليه هو صديق، صديق. والآن جاءتك الفرصة لتتبادل هذه الصخرة البلورية البشعة بشيء ينهي وحدتك التعس وللأبد. حيوان أليف. نو، حيوان أليف، أنا أحب أن يكون لديها. بالتأكيد تود ذلك. تعال إلى الداخل لترى العرض الذي سيقدمه لك بحبوح. اجلس مستريحا، إليك بعض التسالي. ما رأيك بهذا الجمل؟ أليس جميلا؟ متوفر بسنام أو سنامين؟ لا، أنا لا أحب الجمال، ليست ظريفة، أريد حيوانا ظريفا. ظريف؟ إذا مد عينيك بهذا الفيل الظريف، يزن طنا من التسلية، من الصعب أن تنساه. إن جاء الفيل للبقاء في مغارتي لن يكون هناك متسع لي. وجهة نظر. أخبرني، هل عندك مدرعة؟ طبعا عندي، سيارة مليئة بهم. للأسف أنا لا أريد مدرعة أبدا، أعتقد أنه من الأفضل أن أذهب إلى متجر الحيوانات الأليفة. لا تتسرع، أنا متأكد أنني سأجد ما تريد. ما هذا الصوت المزعج؟ لابد أنها مجموعة من الأوز السخيف. سيء، يا لها من ضجة. أنا أريد أوزة. اختيار موفق، ابقى مكانك، لا تتحرك، سأعود بعد قليل. وقت الطعام. خذ، أحضرت لك أربعة بسعر واحدة. إنهن ظريفات. أريد واحدة من البلورات. حسناً، خذ هذه. خسارتي هي مكسب لك، أرجو أن تستمتع. على فكرة الثمن لا يعاد. أخيراً أصبح لدي أوزات صغيرات. هن ظريفات.
عوزات لطيفات، سأعلمهن الغناء. نعم سأعلمهن الغناء. أمي لقد حضرنا. جيد، الطعام جاهز تقريبا. أليس هذا لطيفا؟ إن الضخم يعزف ويغني لحنا عاطفيا جميلا. أغني معي كم هو مريح. أحب أن أغني، أداعب الأوتار. ما ذلك الصوت؟ لا أعلم، هناك شيء غريب يحدث في مغارة الضخم. لنطمئن عليه. وطيور الأليفة تغني تغني تغني. أنا سعيد جدا بأن يكون لي أصدقاء جدد ومغنون جيدون. سأخذكم إلى المدينة لتقابلوا تالا وعبقر والآخرين أيضا، نصبح أصدقاء. انظري إنه الضخم. يا إلهي، انظر لتلك الإوزات. مرحبا صغار، هذه طيوري. إنها رائعة. إنها ظريفة فعلا. أريد أن يتعرف الجميع على طيوري. هيا معنا، سنذهب إلى المدينة الآن. أظن أننا متجهون نحو المشاكل. الضخم متلهف أن يتعرف الجميع على إوزاتي. بمناسبة الحديث عن الجميع، أين ذهبوا؟ هناك في المتحف، العمدة يلقي خطابا هناك. الحيوانات المجتمعة، أقصد الضيوف المجتمعين. كما تعرفون بأن متحف البروفيسور واقعي هو سخيف، أقصد هو فخر لمجتمعنا. ومن دواعي سروري في هذه المناسبة السخيفة، أقصد الضخمة، أن نكرس هذا الرصيف الجديد جدا لنا جميعا باسم العبقري. عدنا أيتها الإوزات، والآن وقبل أن يجف الإسمنت. يا إلهي، أوقفوهم، إنهم يتلفون الرصيف. الإوزات وقعنا في ورطة كبيرة. هذه إهانة، إهانة. عدنا إلى هنا. نحن آسفون لما حدث. لم يقصدنا الأذى، إنها طيور الضخم الأليفة، إنه يحبهن كثيرا وهن كذلك. اللهم باركني، هذا يوضح كل شيء. كما ترون إنهم صغار لوسا، واعتقادي يقول أن هذه الصغار تعتقد أن الضخم أمهن. الضخم هو الأوزة الأم؟ بالفعل هذا شيء مضحك. هذا الأمر جدي جدا، إن الأوزات الصغيرات بحاجة إلى أمهن الحقيقية، علينا أن نعيدهن إليها بسرعة. كيف ستقول للضخم قد أخذنا من طيوره الأليفة؟ سيصبح مكسور الفؤاد. أوزاتي أين أنتم؟ لا، الأوزات سببنا أزمة. يا إلهي السماوات، انظر السواقون غاضبون. بمناسبة الحديث عن الغضب، هاي الشرطية قد أتت. حسناً أيتها الأوزات، يكفي. شرطية السير، يمكننا أن نشرح لك الموضوع. فات أوان الشرح والتغيير، سأحرر مخالفات انتهاك القانون رقم 14، الفقرة الثانية من قانون السير، التسبب أزمة سير. آسف، إنها غلطتي، سآخذ الطيور وأعود إلى الكهف. إذن أرجوك أن تأخذهن إلى البيت حالا، أو سأحرر مخالف الانتهاك القانون المحلي. وإلا وقعتن في متاعب. هيا أوقفهن، إنهن يخترقن القانون بشكل فظيع. لا، إنه ليس اختراقا للقانون، انظري. لقد نشبت النيران في المتحف، لابد وأنني نسيت واحدة من تجاربي تشتعل. أطفئت النار. شكرا لله، كادت أن تقضي علي.
جاءت دببة الإطفاء في الوقت المناسب. علينا أن نشكر إيوازات الضخم. وتقديرا لشجاعتهم أعلن أنا العمدة أن إيوازات الضخم هن بطلات بلاد الحكمة لهذا العام. أنتم رائعون، أحسنتم، أنتم رائعان. أنا فخور بكن. لا داعي للانتظار أكثر، علينا أن نعلمه بالخبر حالا. نعم، بالقدر الذي يحب فيه الضخم هذه الطيور هن بحاجة لأمهن. إن أمهن قادمة. أولادي كيف أنتم؟ كيف أنتم أولادي؟ كيف أنتم؟ آسفة يا ضخم، على ما يبدو فإن الأم شاءت لتطلب صغارها. لا بأس، إن كان هذا يسعدهن فأنا سعيد أيضا. أها، أخيرا وجدتك. فتشت عنك في كل مكان أيها المحتال الفاشل. لقد خدعتني بهذه القطعة الصخرية التي لا تساوي شيئا. النجدة! النجدة! وداعا يا عوزات الطيبات، اذهبن مع أمكن. وداعا وزاتي. وداعا. لا تحزن يا صديقي، سنجد لك غيرهن. شكرا لكما، أنا لا أريد حيوانات أليفة. انظر، كل حيوانات الغابة هي حيواناتي. فهمت قصدك. وهي تغني جيدا أيضا. عالم عجيب، عالم غريب، عالم عجيب، عالم غريب، عالم عجيب، عالم غريب، عالم عجيب، عالم غريب. ذكي لبيب، شكلي ظريف، اسمي أنا عبقري. أعمل أعمل أنوي خيرا، لكن أسفا أخطئ دوما. أعمل أعمل أنوي خيرا، لكن أسفا أخطئ دوما دوما. طبعا لا أصيب وأنا صدقا أنوي خيرا. عالم عجيب، عالم غريب، عالم عجيب، عالم غريب، عالم عجيب، عالم غريب، عالم عجيب، عالم غريب، عالم عجيب، عالم غريب.